السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ ربكم بخير. النهارده اول فلوج في القناه ان شاء الله. اسف اني يعني غبت عنكم، يعني انا عارف اني مش مشهور خالص، بس على الاقل عندي قناه على اليوتيوب. يعني خلينا نبدا الفلوج، فهنروح العربيه وارجع لكم. طبعا احنا وصلنا العربيه، بس عارف انكم مش هتسمعوني ولا هتشوفوني اصلا، علشان احنا في منطقة ضلمة جدا واحنا بالليل، فهنوصل المكان وهرجع لكم على طول. طبعا وصلنا المكان اللي احنا قلنا عليه، سان سيتي. ما قلناش على ايه عشان ما كنتش عارف المكان اصلا، فهو ده المكان. اعذريني عن جودة الاضاءة، يعني ده مش انا. عسل متحرك.